بيب غوارديولا بعد سنتين يعود لنيو كامب والبرشلونة. أين صنع أمجاد الكتالان؟ قلت وقفت في وسط الدفاع على فريقي الأسبق الكتالوني. ستيرلينغ كرة في الواحدة اثنين يمشي فيها ستيرلينغ خطيرة ودي بروين والعملاق يخرج تير شتاغن. كرة أخرى خطيرة من الفريق المانشستراوي. هذا بيب غوارديولا أفضل مدرب الكرة في التاريخ. هذا هو لويس إنريكي اليوم يبحث عن رقم قياسي تاريخي. تهرج الكرة وتطلق الهجمة أندري حسنيستا والكرة بعيدة يمشي الأشقر يهرب دي بروين يوسع كرة والراسية من خافير ماسك. ستيرلينغ 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 رحيم عدى رحيم يشوط والكرة تضرب في الدفاع وسل القطار يمشي جناح دي بروين خطيرة جدا نوليتو والدفاع. التغيير الأول واضطراري لرفقاء ليونيل ميسي. ستكون صعبة صعبة جدا المواجهة اليوم على دفاعات برشلونة في رأيي. كرة نيمار 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 وتاميندي وبرافو تاميندي. تلوني عن طريق برا كتيتش ميسي ميسي ليونيل ميسي حط الكرة ميسي. تهرج الكرة من انيستا أندرياس انيستا يمشي الرصية محلوة. انيستا بكل المهارات يا معلم يا كبير ترجع الكرة لويس سواريز والتمرير بعيد على نيمار. ميسي انيستا ميسي ميسي جول ميسي جول ميسي جول ميسي 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 ليونيل البولغا جول 1-0 ميسي يضربهم يا معقدهم يا مدمرهم للمرة 14 يسجل في مرمى الانجليز والثالث اهدافه في مانشستر سيتي. اي غفوة اي غفوة اي نومة اي تعسيلة اي لاسيستا 1-0 ميسي جول في مرمى كلاوديو برافو. يستناو ينتظروا ميسي انطلق ميسي حاور وراوغ وميسي سجل. الارجنتيني جيعان بعد غياب الاسابيع سجل في الديبور ويسجل جول اليوم. ما تيحش الان يا فرناندينو لا تتعثر اليوم لا تسقط الان كانها من موقع بنالتي. رقصوا طيحوا وفرح جمهور برشلونه بيقول الاهداف. من بناتي افكاري سجل ميسي الجول الاول ومن بناتي افكارك قد تعود يا غوارديولا في ام المعارك. ستيرلينغ وصل كرة ستيرلينغ والكرة بالجنيه ستيرلينغ اوت ميسي الفينومين والكرة خطيرة لويس سواريز جول جول. يا الكلاندستينو هذا الكلاندستينو هذا لاعب ومواطن الهجرة الغير شرعية لويس إنريكي ينسل من وراء حدود المانشستراوية عن طريق نيمار. يا غدار يا ني ني نيمار انيستا رجعها الواحد اثنين ميسي جاته هدية فرناندينو بالضربة القاضية. غوارديولا مع البارسا ما يلقاش حل وهو اللي خلق لهم الحلول. قلة نظري انا ميسي عارض المتعة في عالم القدم انا فنانهم وكبيرهم وزعيمهم وزميمهم ورئيسهم على صغري. 5 مرات البالون دور يمشي نيمار الثاني نيمار وبرافو يا برافو برافو يا برافو. هل صفقوا عليه في استاد الكامب نو اول استعراض او النقطة يسجلها برافو قدام شتاغن في الدويل بين الثنائي. التيكي تاكا الفريق اللي في الدم الان يحاول ان يسجل تير شتاغن كورة من تير شتاغن. تعرف لو تسجل هدف هذا من دي بروين كرة تمشي عن طريق الجناح ستيرلينغ وجيريمي ماتيو ماتيو ما يغلطش دي بروين رحيم. هذه هي ستيرلينغ هذه هي ستيرلينغ وبرافو ديني. يا سيلفا سيلفا جرى له كرة يمشي نوليتو عرضية وتير شتاغن ركنية ركنية مانشستر جو سيتيزنز جو. ترجع الكرة لمانشستر نريد المتعة ونريد الإثارة لا يهمنا من يسجل ومن ينتصر. يلزم يخرج بيكي لأنه يعاني والكرة تمشي بعرضية راسية والدفاع الكرة غوندوغان غوندوغان عدى غوندوغان جول 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 الله يا تير الله يا شتاغن تير شتاغن يقول برافو أنا أستحق بجدارة وكفاءة اعترف وقول الحق. هيا أوبا مشى والكرة ضربها وتير شتاغن عنكبوت الباتروس تير وشاهين. ترجع مرة أخرى بريسينج وضغط عالي من فريق غوارديولا وانظر خارج الصفرة خارج الصفرة ورقة صفرة ورقة صفرة على فرناندينو.
حاطين يلعبوا هذا باش يسجلوا. يمشي نيمار، يمشي نيمار، لماذا لم تصد يا نيمار؟ اجري يا دي بروين، اكبس يا دي بروين، اكبس يا دي بروين. دي بروين وامتيتي بامتياز يقرب، نوليتو يقرب، التعادل يقرب، التعادل يقرب، ونوليتو يتسرب بسوء. عمل 66 كيف المعركة توجه لتفاصيل الثاني، أم هناك في الجراب مفاجأة للويس الريكي وتعادل بيب أو الثاني لفريق ليونيل. لكن دفاع استثنائي اليوم للبرسا سيعاني حتى له. أي 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 غوندوغان، غوندوغان رمز الألمان يلعب هنا. ستيرلينغ، ستيرلينغ شو يعمل ستيرلينغ؟ يوزع ودي بروي، وكرة ضاعت، فرصة ضاعت وكرة ضاعت. السيتي باش يسجل اليوم، ميسي يضربهم المهارات الثاني وبرافو فسخها يا كلاوديو، كلاكيت وكرة برا. برافو، قال لا، قال ليس للآن، ليس لقسوة الزمان. فعلا مسد ماذا؟ لوكاس ديني شكله حولها بيده بينالتي، شكله مسها بيده ضرب جزاء. من هذه الزاوية نشوف مليح، من هذه الزاوية نشوف مليح. فما لمسة يد، فما لمسة يد، وفي رأي يده مفتوحة ضرب جزاء. جيبوا جمال الشريف، ولكن الشوالي يقول لكم أنه فيها في رأي ضرب جزاء. خرج الكرة خطيرة مرة أخرى، كيف النبرو العرضية والحارس تيرشتيغن البلجيكي والألماني كلها. بداية ممتازة جدا لفريق بيب غوارديولا. ترجع كرة خطيرة عن طريق راكيتيتش، راكيتيتش ركنية للكتالوني للمدرب لويس إنريكي. الرأسية والثنائية ضاعت. سامويل أومتيتي كاد يسجل الأهداف بقميص الكتالان في الشامبيونز. مستر ليج وصل كرة حلوة، كرة خطيرة، دي بروين، دي بروين عرضية، كرة من ماسكيرانو للتماس. البارسا واجد الحلول، يحاول ان يصنع الفارق، يمشي نوليتو بامتياز، يقاطع الكره، اضافه واضحه من نوليتو، يهرب فيها البيستوليرو، برافو، والبيستوليرو الثاني، لا برافو كلاوديو، لكن لمسة، فما حمراء، فما حمراء، فما حمراء، فما حمراء، ورقه حمراء على كلاوديو، برافو، خطا فادح من حارس الشيلي، حارس لاروخا، تخرج بطاقه روخا، ويخرج من المدش، وبدون حارسهم النمبر 1 كلاوديو برافو. مليان مليان، هل يضرب في المليان؟ يمشي ميسي، ولكن خرجت سليم على كابايرو. صلح اوراقي وتشكيلتي، منحوس عليه برشلونه كلاوديو برافو، سواء كان لاعبا ورفيقا او كان خصما ومنافسا. خلص الكلاندستينو، يمشي سواريز، ها كابايرو، كرة من كابايرو، ميسي، ميسي يعمل مراوغة حلوة برشا، يمشي ميسي أحلى والباس ما توصلش، طريق سامويل أومتيتي، المباراة تغيرت الآن، البرسا يستفيد الآن، والكرة ترجع، نيمار اللي يرجع يتسلطن، يا معلم يا نيمار، يا كبير يا نيمار، وأنا باش يخلص، إنيستا خلص الميسي، ليونيل حتى له، حتى له، حتى له ليو، قلت لك حتى له من اللي مسك الكرة، قلت لك جباله من اللي مس الكرة، من اللي لمسها، من اللي غازلها، من اللي ضربها، من اللي عانقها. عرفنا الثاني، الثاني 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 من ليو الاناني. 2-0، غير انساني، غير انساني يا ميسي، انساني يا ميسي، المجرم، المجرم صار هداف مرة ثانية اليوم، ميسي، ميسي، 5 اهداف في الشامبيونز ليج في مباراتين، ثلاثية السلتيك، لا ثنائية اليوم، هدف ال 15 في الانجليز، الرابع في مانشستر سيتي، انيستا المايسترو حط الكرة، يا البرسا شد علينا مجنونك، يا البرسا امسك علينا مجنون، والسيتي قريب، يمشي دي بروين حطها دي بروين، تيرشتيغن، 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 البرسا هزم السيتي، وشتيغن هزم، برافو يا حضرات، نعم تيرشتيغن يؤكد اليوم كل المخزون الذي لديه. دفاع خطا اخر، لويس الثالث، ميسي هاتريك، ميسي هاتريك، ميسي 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 ميسي، ليونيل ليونيل ليونيل، صب عليهم ومس عليهم وعش عليهم وتعشى بيهم، وثلاثه بلاش للهاتريك للبولغا ليونيل، 3-0 ميسي، هاتريك ميسي، 3-0، يقهرهم
يا ناس العشرة جوارديولا ضحى بيتو وطرد إبرا وعاقب من ومن وفيا والكل من أجل عينيك بل من أجل قدميك. لماذا لا تراعي العشرة يا ابن روزاريو؟ لماذا لا تراعي العشرة يا ابن روزاريو؟ ثلاثة برشا على بيب جوارديولا. لويس سواريز حط الكرة قال له فرحني طمني في الكامب نو 3-0 هذا ما جناه. برافو يمشي رحيم كرة بين اثنين ساندويتش والكرة خطة وفاول. جوارديولا بهذا الدفاع لن تكسب شامبيونز ليج. يمشي والحارس والجول حطها في الشبكة أخيرا. مش ممكن مش معقول. نعم يا بيب اسمع مني ماتيو ممكن يخليه يقصى يهرب بيه رحيم في مرقة صفرة ثانية. باي 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 انت لستاهل في برشلونة. سامحني سامحني قلت لك بالشوط الأول نتحمل مسؤوليتي ونعاودها لك. مش مدافع برشلونة هذا ماتيو. هذا ماتيو يلعب بالواسطة. اخرج تخرج كرة من رحيم استنيك خرجه كرة لفريق سيلفا والراسية وبتيتي نيمار حد كرة ايفان ايفان راكيتيش والكرة والرابعة. اي كرة يا برشلونة. لفت الانتباه ميسي والرابع ميسي والرابع ميسي والرابع وضرب جزاء والرابع جاي والرابع جاي. ميسي سوبر هاتريك. انت ستسدد. لا لا يا نيمار. نيمار يحب يشوت. شوت يا برازيلي شوت. يمشي نيمار يمشي نيمار يمشي نيمار وضيعها. والله عرفته عمل فيها ابو العريف عمل فيها ابو العريف ابو العريف. نيمار لم يعرف طريق المرمى. ليه ما عرفت يا نيمار ليه؟ 3-0 لبرشلونه ضيع عليهم الرباعي. والله عرفت. مباراة تغير صيرها تماما. ماتش اخر بعد اقصاء. برافو. الرابع بيسيبها شخصية. يمشي نيمار يعوده. يمشي نيمار 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 جولاتو جولاتو جولاتو. الان انت تعرف يا نيمار. الان انت تعرف يا ابن البرازيل. ني ني نيمار رقصهم على واحدة ونص وسجل الرابع. وثارة من كابايرو وثارة من البنالتي المهدور وثارة من السيناريو المهدور وغدر بجوارديولا في رباعية للتاريخ. رباعية للتاريخ. نيمار رجع يعرف ودخل وسجل الرابع للبرسا. 4-0 ما مش كلام. ميسي صانعه ميسي صانع هذا الهدف. ونيمار واحدة واثنين مرة من هنا وسجل الرابع. 7 أهداف في دفاع السيتي. مش معقول على ولفرهامبتون في الستينات. إذا هي نتيجة تاريخية بكل مقاييس. هاتيكي تاكا لا تنجح إلا هنا يا هوري. المدمر ديري الغزال الأسمر. جوارديولا يقر جوارديولا يمضي على وثيقة الاستسلام. يعني هي الإقصاء كانت لحظة مشؤومة على السيتي. 4-0 في الكامب نو. بعد أسبوعين سيصعد للتعويض. 1 و2 و3 و4 في الأخير جوارديولا بريح الكبار وبروح الكبار وغمزة كأنها للويس إنريكي. مبروك الانتصار في الأخير. أنا كتالوني يا لويس.